تسألني تقولي ماي تكلمي لنا عن طفولتك، شلون كان شعرك طويل ولا قصير؟ شعري كان لا طويل ولا قصير، يعني أنا من أنا صغيرة ما أحب الشعر القصير وايد، قصيت يمكن مرة وبعدها ما قصيت قصير. وتقولي ذكرينا موقف لك مع والدتك الله يرحمها ما تنسينا. أنا ما أنسى شيء من يعني من طفولتي مع أمي الله يرحمها. أول كتاب خارج إطار كتب الدراسة كانت أمي شاريت لي إياه. أول كمبيوتر اشتريته بأيام ما كان جهاز الكمبيوتر 1500 2000 دينار اشترت لي. اليوم الكتب اللي أنا قريتها أيام طفولتي هي يوم أسست كثير من ثقافتي، والكمبيوتر وايد طور من مخزون المعلومات اللي عندي.